مساء الخير، اليوم راح اشرح وياكم الكراون والبرج. ان شاء الله اني كملت وياكم الكورس الاول مال الاوبراتيف. كانت يعني على كلاسات، كلاس 1 وكلاس 2، هاي السوالف كانت سهله يعني، ما كانت صعبه ابد. هسه انا راح يعني عفوا هالكورس راح نبلش الكراون والبرج. تمام، خلينا نبلش. طبعا الكراون الاول ثلاث ملازم بالكراون والبرج، قال التعريف مالت المهمات. انا ادري قال الاسئله راح اجيبها اساي، بس القصد انه تعريف المهمات ممكن انه يجن كتعريف، يعني مو اسئله قصدي، هذا قال اجيبها ام سي كيو. ممكن انه يجيب لنا التعريف يقول لك هذا التعريف شو اسمه، هذا يعتبر هم اسي، او يجيب لنا التعريف وبينقص كلمات وتعال اختار من الاختيارات من الام سي كيو وهيك سوالف. اوكي، خلينا نبلش. اول ما بلش بتعريف البروسثودونتكس اللي احنا ماخذين، اللي هو فشي صناعي. بس هنا بالمادة الاوبراتيف حيختلف التعريف عن مادة البروس. اوكي، ايش قال؟ قال البروستاتيك او البروستودونتكس، قال هو the dental specialty، اذا هو جزء متعلق بالاسنان. اوكي، هذا الجزء المتعلق بالاسنان ايش راح يسوي؟ راح اول شيء يتعامل ويا الريستوريشن، انه هو يعني راح يرجع لنا ويحافظ لنا على صحة الفم والشكل مال الفم، وظيفة الفم والراحة. تمام، وبعدين ايش راح يسوي لنا؟ راح يستبدل لنا جزء من الفج. زين، خلينا نجي للتعريف ونشوف اللي انا قلته صحيح او لا. قلنا انه هو جزء من يعني من طب الاسنان، او يعني شلون برانش من طب الاسنان، اللي هو هذا دنتال سبيشاليتي. تمام، ايش قال؟ قال انه هو considered، او نقدر نقول deal with the restoration and the maintenance of the oral function. اذا هو ايش راح يسوي؟ راح يسترجع ويحافظ على منه، على الاورال كومفورت، اللي الاورال فانكشن، يعني يسترجع ويحافظ على صحه الفم، وايضا الكومفورت اللي هي الراحه، والابيرنس اللي هو الاستيتيك الجماليه. يعني مثلا خلينا نقول انه أنا سنوني مكسرة، راح أجي أسوي كران. تمام، فإذا هو أول شيء استرجع الشكل. تمام، وراح يحافظ لي على المتبقي من السن. تمام، زين، وبنفس الوقت هو راح يرجع لي الفانكشن، راح يرجع لي شكل السن الطبيعي، هذا الشكل، وراح يرجع لي من رجع لي الشكل الطبيعي، فبالتالي راح يرجع السن الوظيفة القديمة، وبنفس الوقت الشي يسمونه مات الراحة. تمام، لأن مثلا إذا كانت السوني مكسرة ما راح يصير أطباق صحيح وهيج أمور، فبالتالي ما راح يعني راح يصير عندي ألم بحلقي. لكن إذا رجعت السوني الوضعية الطبيعية، فهم شكل وهم فانكشن وهم كومفورت. أوكي، زين، شلون؟ طبعا يعني هاي شلون راح تتم؟ أكيد بواسطة الارتيفيشال ريبليسمنت. أوكي، وش قال؟ قال and the jaw، يعني هو راح يستخدم artificial replacement للتوث وللجو. زين، شنو للجو؟ الجو مرات الفتش يعني مرات ينكسر، فشنو يستبدلوا فتش اصطناعي كامل، او يا اما يحطوا له اشياء مثلا حدايد او هيك سوالف ترجع تلحمل الفتش. فاذا هاي كلها تعتبر artificial replacement. اوكي، او مثلا يحطوا له كوندايل، مرات الراس مال كوندايل ينكسر فيلحموا له كوندايل جديد يعني اصطناعي وهيك سوالف، فهاي كلها تعتبر artificial replacement. زين، البرانش مال البروستودونتكس، قبل ما اقرا هالهاي خلينا نفكر بها، هو شنو يعني الاشياء اللي نستخدمها بالبروس؟ يا اما يكون fixed اللي هو الكراون. تمام، الكراون اند بريدج، يا اما يكون ريموفابل. الريموفابل احنا نعرفه، يا اما يكون partial، يا اما يكون complete. تمام، يا اما يكون هذا الزرعات اللي كانت تحط بالحلق، هاي متى تعتبر شيء اصطناعي، ويا اما يعتبر، او مثلا ماكسيلو فيشال بروستودونتكس، هاي مثلا من يسوون، قلت لكم قبل شيء، مثلا فتش اصطناعي، او يحطون، شايفين سالفه جديده، حتى هارت باليت وسوفت باليت اصطناعي يسوون. فاذا هاي كلها ترتبط بالماكسيلو فيشال. اوكي، اذا اول شيء الفيكست اللي هو قلنا الكراون والبريدج، خلني كتب crown and bridge. زين، الريموفابل اللي جاي نشتغله احنا صار مادة البروس، اللي هو الكومبليت اخذناه بالمرحلة الثانية، والريموفابل هسه جاي ناخذه بالثالثة، والامبلانت. اوكي، والماكسيلوفيشال بروستودونتكس هاي قلت لكم عليها. تمام، زين، خلنا نجي التعاريفها. الفيكس بروستودونتكس اللي هو قلنا شنو؟ قلنا اللي هو الكراون اند بريدج.
قبل هو احنا 100% راح نقول او بداية كل تعريف راح نقول انه هو جزء من 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 طب الاسنان، هذا الفيكست او الريموفابل او اي شيء، نقول هذا انه هذا الالم او هذا الجزء هو جزء من طب الاسنان او جزء من تخصصات طب الاسنان. راح يعني يشتغلوا يا شنو that deals with. اوكي okay. اول شيء مثل ما قلنا هو كران، فهو راح يرجع لنا يسوي لنا ريستوريشن للمن للدامج توث. يعني انا عندي سن تعبان، تمام، راح اقطه سن تعبان كلش، راح اقطه راح احط فوقه كراون. فهذا احنا سوينا لهذا السن، سوينا له ريستوريشن، حافظنا عليه. اوكي تمام. With the artificial crown، تمام، اذا راح نحافظ على السن، اذا restoration of the tooth of the damaged tooth بواسطه شنو؟ بواسطه ال artificial crown. اوكي وبنفس الوقت نقدر نسوي replacing the missing natural tooth. احنا ندري الكراون اللي هو هذا، عندنا منه نسين راح نقطه، من ناصر راح نقطه، وراح نحط وشنو هذا المكان الفارغ اللي هنا راح نعوضه بفد شيء اصطناعي. اوكي فاذا هذا شنو؟ هذا كراون والبرج، عفوا البرج هذا والكراون. الكراون قلنا اللي هو راح يسوي ريستوريشن للدامج توث اللي هي هاي. اوكي زين، عندنا الانواع مال الفيكست بروستيسز. اوكي هذه الانواع شويه تدوخ، انا سواء واحد راح يقول لي هو كراون، يعني 100% راح كراون راح او برج. اوكي راح يقعد فوق السن، تمام، ان هم شويه يعني نقدر نقول مغيرين بيها. وقبل ما ابدي اشرح خلنا نعتبر انه الحشوات تعتبر من انواع الفيكست بروستيسز. اوكي هكتبها ملاحظه، حشوات من انواع الفيكست بروس. اوكي هسه راح تفهمون اللي انا يعني قلته. اكسترا كورونال، اكسترا معناها خارجي يعني او فتشي خارجي، تمام. كورونال اللي هو الكراون مال التوث، الجزء الخارجي مال التوث يسمونه كورونال. فاذا هو فتشي او فيكست البروستيسيس راح يقعد فوق الكورونال بورشن مال التوث. اوكي اذا هو خلايا ده الفيكست بروستيسيس، هذا في الجزء، تمام، وين راح يقعد؟ راح يقعد فوق الكورونال بورشن مال التوث. اوكي زين خلينا نجي نشوف شنو هو قايل. قايل انفولف اول ذا ريستوريشن، راح يتضمن كل الحشوات ذات سيت اوفر ذا توث. قال سيت اوفر ذا توث اللي هي يعني بمعنى تقعد فوق السن الأصلي. أوكي مثلا عندنا منه الفول متال كراون اللي اشتغلناه، البارتشيال كراون، البي ام بي اف ام اللي هو شنو هذا بي اف ام اللي هو البورسلين فيوزد متال تو متال اللي هو كراون. أوكي لكن السطح الداخلي مالته، السطح اللي راح يصير شلون بتماس ويا سطح السن الأصلي، هذا راح يكون متال. أوكي زين هذا اول واحد اللي هو الاكسترا كورنال اللي يقعد فوقه، هذا ايش قلنا؟ قلنا سيت اوفر ذا توث اللي راح يغطي التوث من كل الجهات. زين قلنا الانترا كورنال، هذا الانترا كورنال شنو يعني؟ هذا قلنا قلت لكم اعتبروه اللي هو الحشوات، زين اللي هو انفولف اول ذا ريستوريشن ذات سيت انسايد ذا توث. اوكي اللي هي راح انه راح يطب داخل السن. احنا نعرف الشيء الصناعي اللي يطب داخل السن ويعوض لنا اللي هو الحشوات. اوكي شوف ايش قال، قال sit inside، كلمة inside the tooth. اوكي اذا هي منو اللي راح يدخل داخل السن، يعني بمعنى sit inside the tooth وبنفس الوقت راح يسوي لنا restoration هاي السوالف اللي هي الحشوات. اوكي زين الفيكست بروستودونتكس انفولف، يعني احنا قبل شوي قلنا انه اكو الفيكست هذا اللي هو الثابت اللي هو الكراون اند بريدج. هذا الكراون اند بريدج ايش راح يتضمن؟ انواع نقدر نقول. اوكي راح يتضمن هاي الانواع الاربعه. اول وحده اللي هو البورسلين وهذا السوالف. اوكي اللي هي الكراون او البريدج اللي ما نحط به حديد. اوكي هذا البورسلين زنكوريوم او بورسلين، هذا يختلف، هذا لا هذا راح نحط به حديد.
بحديد. تمام، هاي اول وحده. زين، او يا اما مثلا عندنا الكراون متكون من ذهب، اكو اكيد شايفين بالافلام هاي السوالف، واحد سنه متكون من ذهب، يعني سطح الخارجي مالته ذهب. اوكي، فاذا هو جولد فول كراون. اذا هو فول كراون متكون من شنو؟ متكون من جولد. يا اما يكون ان لاي جولد اند اول سيراميك. هذا شنو هذا؟ هذا يقصد على هاي النقاط، بمعنى انه الحشوه مالتنا اللي هي قلنا نعتبرها تعتبر ضمن انواع الفيكست، هاي الحشوه متكونه من جولد او متكونه من سيراميك او كومبوزيت او هاي السوالف. اوكي، ورابع وحده اللي هي الفيكست بارشال دينتشر، سايم بينه. زين، نرجع للتعريف. الكراون، انا قبل شوي قلنا لك خلينا نجي نفكر بيه قبل ما نطلب التعريف. الكراون شنو هو؟ الكراون الكراون هو فد عباره عن فد جزء اصطناعي راح يقعد فوق السن الاصلي. اوكي، يقعد فوق السن الاصلي. اوكي، من راح فوق السن الاصلي، يا جزء من السن الاصلي قلنا عليه هذا الكورونال او السطح الخارجي، ايش راح يسوي من راح يقعد فوقه؟ قلنا راح يستعيد الوظيفه، يستعيد الشكل، يستعيد الكومفورت. الشكل مثلا خلينا نقول عندنا السن الامامي مالتنا مكسور كسر قوي، فاذا احط له حشوه ممكن الحشوه باكر عقبه تصبخ او او او، وانا ايش راح اسوي؟ راح اقطع للسن واحط فوقها كراون. او مثلا السن مالتي كلش ضعيف فراح احط فوقها كراون. اوكي، او شكله تعبان لونه اصفر او هيك سوالف، والتبيض ما يفيد وياه، فاقطه واحط فوقها كراون لونه ابيض وهيك سوالف. اوكي، خلينا نجي للتعريف. احنا قلنا انه هو fixed extra coronal artificial restoration. تمام، خلي اترجم هذا المقطع. ايش قال؟ قال هي عباره عن حشوه او حشوه اصطناعيه اللي هي بمعنى artificial restoration. هاي الارتيفيشال ريستوريشن شبيها راح تقعد فوق الجزء الخارجي من السن اللي هو الاكسترا كورونال، اكسترا كورونال. اوكي، وراح تكون ثابته، قلنا هي فيكست. اوكي، لان حشوات الشلع 100%. زين، ورا اشوف ايش قال. قال اوف ذا كورونال بورشن اوف ذا ناتشرال توث. اذا هي عباره عن حشوه اصطناعيه راح تقعد وين؟ على الكورونال بورشن اللي هو السطح الخارجي مال من؟ مال الأسنان الطبيعية of the natural tooth. قلنا إيش راح تسوي؟ راح تسوي restoration للمورفولوجي، الشكل اللي هي بمعنى appearance، الفunction and the contour of the damage portion of the tooth. هنا قصده بال contour of the damage portion of the tooth اللي وهم الشكل مال السن، يعني عادها مرتين، المورفولوجي اللي هو الشكل، والcontour of the damage portion of the tooth اللي هو نفس الشكل. أوكي، زين، هذا قلنا عليه من هو الكراون. زين، انواع الكراون، قبل ما اشرح انواع الكراون اكيد اكو بينا او اهلنا مسوي الكراون، نروح للدكتور اول شيء راح يقول لك الكراون تريد تسوي، تريد زاركون، تريد بورسلين، واكيد هتذكرون اذا تعرفون فيها تختلف في السعر. فاذا احد انواع التقسيمات الكراون اللي هي شنو؟ حسب الماده او اللي يعني تايب اوف ذا ميتال، او مثلا الكفرج اريا. احنا قبل شويه قلنا بالحشوات والهاي اعتبرناها ضمن انواع الكراون او ضمن انواع الفيكست بروستيسز. اوكي، فاذا اكو فتشي راح يغطي السن من كل الجهات اللي هو الفول كراون او كومبليت كراون، اكو بارشال كراون اللي هي الحشوات بين قوسين، واكو كومبليت ريبليسمنت. هاي كومبليت ريبليسمنت هسه اقولها شنو هاي. اوكي، اذا قسمنا الكراون حسب انه ايش قد يغطي السن وحسب النوع مالته، خلينا نبي نشرح هسه وحده وحده. اول وحده اللي هي according to the coverage area، قلنا ايش قد يغطي السن. اول وحده complete crown اللي هو كلش مبين انه قلنا يغطي السن من كل الجهات. فاذا نضال نجي للتعريف مالته، it is the crown that covers all the coronal portion. قلنا coronal portion اللي هو السطح الخارجي من السن، السطح اللي يكون سطح الانيمال او سطح التوث اللي يكون برا الجنجفة. اوكي، نسميه كورونال بورشن. زين، هذا اول واحد. البارشال كراون قلنا عليه الحشوات اللي هو راح يغطي جزء من السن، اذا هو it is the crown that covers part of the coronal portion. لاحظ كلمة part، جزء من الكورونال بورشن. زين، ثالث وحدة الكومبليت ريبليسمنت. هذا شنو هذا؟ طبعا انا حكيت حاط لكم هاي الصور على هاي الانترا كورونال، هذا السوالف نسيت اقولها، اللي هي هاي اللي هي كراون، هذا الكراون الفول كامل، وهذا هي الحشوات.
لاحظ أن الحشوة تعتبرها مثل الكراون، لأن هي راح تغطي جزء من السن. أوكي، الحشوات والهاي قسمناها على تصنيف، قسمناها على هذا اللي هو البارشيال، والكراون قسمناه على الكومبليت. أوكي أوكي، لحد هنا زين. هاي أيضا هم صورة ثانية على الحشوات. نرجع للكومبليت ريبليسمنت. كومبليت ريبليسمنت شنو هذا؟ أكو ناس عندهم ما باقي جزء، ما باقي كورونال بورشن، يعني ما باقي سن طالع برا الجنجبة أو فتشي كلش قليل. إحنا إيش راح نسوي؟ راح يجيبون مادة، راح يجيبون حديد. أول شيء راح يسوي له إندو. أوكي، هاي أول خطوة. زين، أسألك تركزون وياي، راح نسوي له إندو. ثاني شيء راح يطببون مادة حديدية بداخل السن. أوكي، وراح تطلع برا السن هاي. يعني خلينا نتخيل هذا السن، هاي جنجبة. أوكي، وشوية طالع من السن هيجي، خوش حكي. راح يطببون مادة هيجي داخل السن، تمام، وهاي طلعت المادة، وراح يبنون فوقها هيجي. أوكي، خلنا نعتبره هذا الأزرق، نعتبره هو السن اللي قطيناه، لكن هو مو سن، هو حديد احنا بنينا. وراها راح يجي ويقعد من فوقها، يقعد فوقها الكراون مالتنا. أوكي، هذا اللي هو الكومبريت ريبليسمنت، هذا اللي اقصد بالكومبريت ريبليسمنت. اللي ما افتهمه خلي يعيد الفيديو، خل اوريكم صوره عليه اللي هو هذا. شوفوا شلون هذا داخل بنص الجذر، وهذا اعتبرناه السن المقطوط. فوق هذا السن المقطوط راح نقعد منه، هذا السن المقطوط راح نقعد فوقه الكراون. اوكي زين، الكومبريت ريبليسمنت خلينا نجي نشوف تعريفه. It involves those which replace the natural tooth, natural crown. The crown, شوف اللحظة، the crown كله رايح. إذن هو راح يستبدل the natural crown internally. Okay, replace the natural crown internally. زين، هذا النوع من the crown من راح يحصل القوة مادة؟ راح يحصل القوة مادة من هذا الحديدة اللي طابة بالجذر اللي هي هاي. Okay، فإذن خلنا نرجع للتعريف. إيش قايل؟ قال this type of the crown retain itself، بمعنى تحافظ على نفسه. شلون؟ من الميتال، من الحديد اللي extended inside the root canal. اوكي، اعتقد كلش واضح. زين، هذا اول تقسيم للكراون قسمناه على حساس شلون يغطي السن. قلنا يغطي السن لاما كامل اللي هو الكراون الاعتيادي، او يغطي جزء من السن اللي هي الحشوات، او يغطي او هو اللي يبني السن اللي هو complete replacement. زين، ثاني واحدة according to the method. قبل شوي قلت لكم يا من نروح للدكتور يقول لنا تريدوا زاركون أو هاي السوالف، أو تريدوا زاركون من الداخل مغطى بحديد اللي هو مثلا يعني مختلط combination هاي السوالف. إذا أول واحدة الميتال كراون، الكراون اللي يكون كراون كامل. ركزوا وياي، كراون كامل متكون من ذهب أو حديد أو هذا السوالف، فإذا هو ميتال كراون. أوكي، شيء مثلا من الذهب أو مالت السبائك. ثاني واحدة النون ميتال اللي هو متكون فقط من مادة الأكريليك، الزاركون، هذين اللي تكون كلها بيضة، بيضة ثلج. بورسلين as in the jacket crown. زين، شنو jacket crown؟ jacket crown اللي هو الكراون اللي يستخدم بالأسنان الأمامية. أوكي، السن الأمامي سن صاير بالوجه، تمام، فأنا أريد يصير أبيض ثلج، فما معقولة أحط بالسن مادة حديدية. ممكن أنه تخيل، ممكن أنه نباوع فد لون رصاصي من السن، تمام، من الكراون. أوكي، فلذلك إحنا بالسن الأمامية نستخدم الجاكيت كراون، بمعنى كراون يتكون فقط من يعني زاركون هذين السوالف، ما يحتوي على ميتال. أوكي زين، ثالث واحد الكومبينيشن اللي هو المختلط اللي قلنا يحتوي على حديد ويحتوي على زنك وذا نسوف بنفس الوقت، اللي هو مثلا PFM اللي هو قلنا قبل شوية porcelain fused to metal. اوكي، هذا مثلا هنا الثري كوارتر اللي هو الحشوة خلنا نرجع قبلها، هاي الحشوات الذهب اللي هو الميتال كراون، هذا الميتال كراون على هذا على يا كلاسيفيكيشن على اساس الماده. اوكي، لكن اذا نجي نقسمها على اساس الكفرج اريا، فاذا هذا ما يعتبر فول كراون، لان ما غطى الكراون كله، غطى جزء من الكراون اللي هو من هو اللي هو البارشيال. اوكي، النوع الثاني البارشيال كراون. اوكي، هذا الصوره على اليسار هاي
عندك فسين قاطيل النص وراح نقعد فوقه حشوة أو فد كراون جزئي. هذا الكراون الجزئي نسميه 3 كوارتر، يعني بمعنى 3 على 4 هذا. اوكي، هذا ايضا يعتبر حسب يعني ضمن النوع الثاني اللي هو من هو البارشيال، لان ما غطى السن كله مبين. اوكي، نلاحظ انه هذا السيرفس بعده موجود. هو اصلا ايش قال لك؟ قال لك بالشرح اللي هنا أنا قال لك انه راح نقط السن كله عدا البوكال سيرفس except the buccal surface. اوكي، ليش قطينا السن كله وما قطينا البوكال سيرفس؟ لان تدرون البوكال سيرفس يعني استاتيك، تمام، فمقي بالوجه. وزين راح تسالوني ليش احنا قبل شوي استخدم، ليش اكو نوع فول كراون ونوع بارشيال؟ وفضلتوا تجاوبوا، يعني السن متسوس تسوس قوي بس من جهه اللونجوال، فانا ليش اقط البوكال وياه؟ اوكي، هيك السالفه. واذا كان السن متسوس من كل الجهات فراح احط لك كومبليت كراون. هاي الفكره. اوكي، يعني هذا السؤال، انا هذا السؤال دا اجاوب اللي جاي يسالني، اللي جاي يسالني يقول احنا ليش ما نسوي كراون واحد يغطي كل السن؟ ليش مره كراون كومبليت يغطي كل السن، مره كراون بارشيال؟ انا اقول لك هي احنا نريد نحافظ على تركيب السن. زين، اذا جزء من السن ما بي شيء ليش اقطه؟ اوكي، فلذلك احنا سوينا partial crown وcomplete crown، وهاي الcomplete restoration اللي هو سن تقريبا منتهي عوضناه احنا. اوكي، زين، هسه نجي لنا احنا كمان الكراون. الكراون قسمناه على نوعين، وكل نوع من هذول النوعين بتقسيمات، وعرفنا ليش وشو كنا نستخدمهن وشنو هي المواد. نجي الثاني واحد البريدج. البريدج احنا قلنا قبل شوي شنو هو البريدج؟ البريدج انه عندك فراغ موجود بين السنين، تمام؟ راح نقط هذني السنين ونصنع برج، تمام؟ بس اراكم شو شكل البرج. هذا البرج، لاحظوا فراغ هنا، وهذني السنين قطيناهن، راح نسوي برج. هذا البرج راح يقعد هذا على هذا وهذا على هذا، وهذا يعني شلون يقولون ما عنده جذر، لكن شنو راح ياخذ الروتيشن. هاي السوالف منين؟ من انه مرتبط بهذول السنين، راح ياخذ من هو متشلب بيهم. اوكي، خليني امسح وارجع الشرح. طبعا صايم وفحطت ريجي بس. زين، الفيكست بارشيال دينشر اللي هو من هو البرج، ايضا قلنا هو شنو هو؟ راح يعوض سن مفقود، اي الوظيفه مالته انه يعوض سن مفقود. اوكي، فإذا خلينا نجي نشوف الشرح مالته. It is fixed dental prosthesis. إذن هو عبارة عن تعويض صناعي ويكون ثابت ما راح ينشلع بعد. ما نقدر البيشنت ما يقدر يشلع أو يفتح بكيفه. أوكي؟ إيش راح يسوي هذا التعويض الاصطناعي الثابت؟ إيش راح يسوي؟ Which replace and restore the function as the aesthetic of one or more missing natural tooth. أوكي؟ إذن هو راح هذا الـ missing natural tooth هذا راح يرجع لنا اياه. شو يرجع لنا اياه؟ كشكل يرجع لنا اياه كفانكشن. اوكي، اللي هو هذا راح يرجع لنا اياه كشكل وكفانكشن. زين، خلينا نجي للانواع مال الكراون. الكراون من شنو يتكون؟ الكراون يتكون من ثلاث اشياء. هذا الكونكتر، هذا الريتينر، هذا وهذا وهذا اللي راح يقعد فوق من فوق الابانتمنت توث. اوكي، ليش سمينا احنا ريتينر؟ لان هو راح ينطي ريتينشن لهذا السن اللي هو بالنص، اللي هو قلنا عليه مطوف، اللي هو منو راح نسميه؟ راح نسميه بوينتينج. زين، اللي يربط هذا السن الريتينر ويا البوينتينج اللي هو من الكونكتر. خلاص، هذا هو كل ما بالبرج. اوكي، خلينا نجي للشرح مالته، نشوف الشرح مالته ايش قال ما قال بي. اول ما احنا الريتينر قلنا اللي هو الريتينر اللي هو ينطي ريتينشن اللي يقعد فوق الابونتمنت توث. خلينا نجي نشوف الشرح اللي احنا قلناه صحيح لو لا. It is the part، هو الجزء اللي sit over the abutment tooth، مثل ما قلنا sit over the abutment tooth. What could be major or minor؟ شنو could be major or minor؟ هسه افهمكم شنو معناها. الريتينر هذا الريتينر، خلينا نعتبر هذا الريتينر، وهذا الويتشوك فد وصله هنا يرتبط بها البوينتينج. اوكي، إذا كان ارتباط هذا بهذا
عن طريق منه؟ عن طريق الفيوز ميتال وهاي السوالف، يعني ارتباط بيناتهم بواسطة حديد أو هيك سوالف. فراح شنو راح نعتبره هذا ميجر، ميجر كونكت، أو بمعنى أنه ارتباط بصورة ميجر، بصورة قوية، بصورة ميجر. إذا كان ارتباط بيناتهم بغير أنواع مثلا هاي السيراميك وذني السوالف أو المادة اللي تلزق هذا بهذا، كانت سيراميك وذني السوالف، راح نعتبرها ماينر. أوكي، نجي الثاني وحدة البوينتينج. البوينتينج اللي هو اللي هو السن، هو اللي مطوف السن اللي مطوف اللي هو السن اللي راح يعوض لنا الميسنج توث. اوكي زين، فاذا هو شنو سسبندد؟ قلنا هو مطوف لان ما عنده جذر. سسبندد ممبرين اوف ذا فيكست بارشال دينشر، هو عباره عن جزء يكون متعلق، تمام، من من يمتد، من من يمتد من الفيكست بارشال دينشر اللي هو الكراون قصده. هذا ايش راح يسوي؟ 100% راح يعوض لنا السن المفقود، وش راح هذا المكان او من يعوض السن المفقود؟ هاي المسافه يعني الايدنتشرز اريا هو راح يعني شلون نقول ياخذها. من راح ياخذها؟ راح يمنع لنا بعض الامراض اللي راح ناخذها بعدين. اوكي زين، ثالث وحده الكونكتر. احنا مثل ما قمنا قلنا الكونكتر اللي هو اللي يربط بين الريتينر ويربط بين البوينتينج. حتى هو قايل it is the part of the FPD fixed partial denture that join the individual component of the bridge together. راح يربط الأجزاء مال الكراون مع بعضها، الأجزاء اللي هي الريتينر، هذا الريتينر وهذا بوينتك، راح يربط بواسطة منه، بواسطة الكونكتر. الكونكتر اللي قلنا عليه أما يكون ميجر أما يكون ماينر. قلنا ميجر إذا كان فيوز ميتال فيوز، إذا لا إذا كان غير أنواع راح نعتبره ماينر. زين هني زين، نجي للديفينيشن. هاي تعاريف سهلة ما أخذيها قبل. إحنا أبنتمنت قلنا هو التوث اللي راح يقول عليه البرج. أوكي زين، الاسبان إذا تتذكرون كنا نقول لونج سبان بمعنى مسافة طويلة. فإذا مدام مسافة طويلة فإذا هي طول الكراون. It is the space between the natural tooth. نتخيل عندك natural tooth، هذا natural tooth، هذا natural tooth، هاي المسافة راح نسميها span. okay that is to be filled by the pointing. pointing إنه من هو اللي هو الكراون، يعني هاي المسافة من راح يغطي لنا إياها، راح يغني لنا إياها pointing. هذا قلنا عليه suspended اللي هو هيجي اللي ما بي جذر. خلينا نتخيل أكو جذر هنا، أنا هذا بي جذر، نلاحظ أني ما بيهن جذر، هذني مرتبطات بهذني السنون. okay وقلنا نسميه شنو نسميه؟ نسميه البوينتينج أو الكراون، بس يا جزء من الكراون البوينتينج. سدل it is the area of the edentulous ridge over which the pointing lies. هاي ال edentulous area راح نسميها منو؟ نسميها سدل. أوكي تلاوات ما تعرف كل سهلة وتافهة. بير، بير شنو بير؟ إنه أنت عندك مسافة، هذا خلنا نعتبر هذا باتمان توث، هذا أبات وان توث، مسافة هنا أنا، مسافة هنا أنا، وهذا توث ناتشرال، هذا جذر، هذا جذر، هذا جذر، هذا راح نسميه بير. فإذا هو إذا واحد سيف يعني يباوع عليه، إيش راح يقول؟ راح يقول لي هو عبارة عن سن ناتشرال توث قاعد بين تو سبيسز، أوكي، أو قاعد بين تو إيدنتشلس أريا. أوكي مبين، يعني هذا كلش مبين البير. فإذا إذا نجي للتعريف نشوف اللي إحنا قلناه صح لو لا. It is an area of the denture. عفواً it is an abutment. abutment والسن يعني. standing between two abutment supporting two pointing. standing between two abutments supporting two points. ها اللي هو إيش قايل؟ أنا إيش قلت لكم؟ قلت لكم إنه هذا قاعد بين two two يعني free space high space. هاي سبيس. إن أنا إيش قلت لكم؟ قلت لكم إن البير قاعد بين تو سبيس، هو صحيح، بس هو ما قال بالتعريف، ما قال قاعد بين سبيس. إيش قال؟ بالتعريف قال إنه هذا قاعد بين كراون أو قاعد بين بوينتينج اللي هو هذا وهذا. أوكي؟ ثلاثة صحيحات إذا تقول له سبيس أو تقول له بوينتينج. أوكي؟ اللي هو هذا الرسم. نلاحظ إنه هذا البير
على يمينته وعلى يسرته منه هذا اللي سميناه احنا سميناه pointing. اوكي اوكي زين. يونت كل جزء من ال من الكراون نسميه يونت. ها اها بحتى ما يحتاج اعرف لكم اياه كلش تافه. باث اوف انسرشن هذا ماخذيه قبل احنا بال بال بالبروس اخذناه ما راح اشرح لين ماخذيه وممتحنين بيه. زين واي دو فيكست بارشال دنشر يعني ليش احنا دا نحط فيكست بارشال دنشر؟ خلينا نعتبر انه قلعت السن او تمام صار عندي سبيس عوفه. ليش اروح اصرف فلوس وليش هاي السوالف وليش هاي السوالف يعني ليش اني دا احاول اعوض السنون المفقوده؟ لاحظ كلمه السن مفقود. ليش دا احاول اعوض السن المفقود يعني بكل الطرق باي طريقه ممكنه؟ ليش؟ العدة اسباب. هذا عفو هذا سكلات هذا نجي هنا أنا. اول شيء اذا ملاحظين من نقلع السن راح يصير اكو سبيس. اوكي هاي سبيس خلي غير اللون هاي سبيس. من راح تصير اكو سبيس هنا أنا. اول شيء السنون اللي بصف هاي السبيس راح تميل. اوكي راح تميل لهاي الجهه مال السبيس. هذا اول شيء. بالتالي من راح تميل راح اول شيء تخيل انه هذا السن كان تخيلوا دقيقه هذا السن وهذا السن. اوكي بعدين ايش صار؟ هذا السن هذا مال هيجي فصار هيجي وهيجي. اول شيء صار هنا منطقه البروكسيمال كونتاكت راحت راح يبدي يدخل لنا اكل هنا. الماستيكيشن ما راح يصير عدل لان السن الفوق هذا صارت بخربطه ما صار يعني اكو اوكلوجن عدل. اوكي فهاي كلها عيوب هاي العيوب كلها تصير من نقلع السن او يصير فري سبيس. فبالتالي احنا نحاول نعوض هذا السن على مود لا يصير هاي الكومبليكيشن. خلينا نرجع للشرح نشوف اللي قاله. اول شيء قلنا اللي هو ميلان السنون من راح يميل السن ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى اولا tilting of the adjacent tooth قلنا. زين ثاني وحده lose of the proximal contact. احنا مو قلنا راح يميل السن راح تروح يصير اكو فراغ بين السن اللي بصفه فاذا منطقه البروكسيمال كونتاكت راح تروح. زين من منطقه البروكسيمال كونتاكت راح تروح ايش راح يصير عندنا؟ اول شيء راح يبدي يطب اكل بين السنون هنا يطب اكل فاذا هي شنو هي الفود ستاجينيشن او بوكيتنج. بوكيتنج شنو بوكيتنج؟ اللي هو السن السن خلينا نعتبره كان هيجي بعدين صار هيج فشنو صارت اكو مسافه هنا بين الجنجيفه وبين التوث. هاي المسافه اللي بين الجنجيفه وبين التوث نسميها بوكيتنج صارت اكو بوكيت هنا. خوش حكي. زين بريدنتال بروبلم بسبب انه السن تحرك راح يصير اكو يعني بريدنتال بروبلم اللي هو بريدنتال ديزيز بالتالي راح يؤدي الى شنو؟ موبيليتي. احنا ندري السن من يبدي يتحرك فمعناها اكو بريدنتال ديزيز يعني البريدنتال ليجمنت اللي يربط السن بالعظم بدا يتقطع فبالتالي السن ما لطش قوي بالعظم فبالتالي السن يبدا يتحرك تمام فاذا يؤدي الى موبيليتي اللي هي حركه السن. والسب جنجيفال كاريز انه هو يصير اكو تسوس منطقه الكراون او بهاي المنطقه منطقه الكراون القريبه من الجنجيفه. اوكي بسبب انه شنو؟ بسبب انه اللثه ما تبقى على هاي المنطقه. دقيقه خليني اوضحها اكثر. اللثه قلنا صارت اكو بوكت هنا خوش حكي قلنا صارت اكو بوكت بمعنى انه اللثه ما طبقت على السن هنا فهذا الجزء من السن يعني متعرض للكاريز وهاي السوالف فبالتالي راح يصير بيه كاريز اللي هو السب جنجيفال كاريز. زين ثالثا سوبر ايروبشن اوف ذا اوبوزينج توث اور تيث. هاي شنو هاي؟ زين خلينا نعتبر هذا السن لا دقيقه هذا السن هاي فري سبيس وهذا السن هنا انا اكو سن. السنون بطبيعتها تحاول تتكيف ويا الاجواء الموجوده تمام. هو المفروض اكو سن هنا مو صحيح لكن قلعناه شوفوا راح
هذا السن اللي فوق راح يبدي ينزل. ليش يبدي ينزل؟ عمود يعوض الفراغ هذا، يعوض هذا الفراغ المفتوح. من راح يبدي ينزل؟ تخيلوا السن بدأ ينزل، فراح أول شيء راح يطلع الجذر مالته، الجذر راح يبدي يطلع. الجذر يكون سنسيتيف، هاي وحدة، فبالتالي راح يعني بالتالي من راح تشرب شيء بارد وحار وهاي السوالف وانت عندك الجذر طالع، راح يبدي السن يأذيك. بالتالي باكر عقبها راح نسوي له روت كانال اللي هو خشبة الجذر، وراح يصير عندك ثانيا جنجيفر ريسيرشن اللي هو الانحدار باللثة، اللي جنجيفر ريسيرشن هذا جبت لكم صورة عليه. شوفوا هنا هذا الجذر، جذر طالع، هذا أول شيء، هذا رقم واحد. ثاني شيء تلاحظون إنه اللثة صاعدة، هذا ثاني شيء. أوكي، بالتالي راح يصير عندك بين من وراء هاي، قلنا إنه الجذر سنسيتيف واللثة صارت بها حساسية وصعدت لي فوق. عندك البروكسيمال كونتاكت راح يروح، عندك جنجيفر ريسيشن راح يصير، تروماتيك اوكلوجن من راح تعض راح يأذيك. ليش؟ لأن يعني السن أصلا هو نازل لي جوا أي شيء، وعداها قلنا إنه الجذر حساس للأكل وللبرودة والهاي، هاي كلها راح يأذيك. أوكي، ورابعا lose of the pony support for that tooth. أوكي، إنه راح هذا السن يصير ضعيف مو قوي. أوكي، بسبب إنه الجذر طالع واللثة وهاي السوالف. أوكي، لأن كل الأسباب راح تأدي، لأن كل الأسباب نتجت إنه إنه أكو فراغ وما عوضنا. أوكي، رابع وحدة loss of the function of the affected side. أنا قبل شوي إيش قلت إنه راح ينزل السن وراح يصير يعني الاكلوجن مالتنا غلط، والسنون راح تبي وحده تميل على اللخ، فالاكلوجن مالتنا يصير غلط. بالتالي من الاكلوجن يصير غلط فمعناها ما عندنا فانكشن بالحلق، ما دا يصير ماستيكيشن مضبوط. وهذا ايش راح يؤدي؟ هذا كلش راح يؤدي، اول شيء لها ديفيوز اتروفي. شنو ديفيوز اتروفي؟ بمعنى انه انت عندك سنون من هنا نازله قلل هايت مالتها. اوكي، يعني هاي السنون كلها نازله، خلينا نعتبر هاي كلها فري سبيس وهاي السنون نازله، فاذا شنو الطول منها لهنا اقل، لكن تخيل عندك هاي السنون هيجي فوقها، فاذا هاي المسافه منها لهنا تكون اطول. تخيل انت وجهك واحده من الجهات طويله واحده من الجهات صغيره، فهذا اللي يسمونه هو الديفيوز اتروفي، انه هو وجهك واحده من الجهات صغيره قصيره واحده من الجهات طويله. تمام، ايش حكينا مو ايش حكي زين؟ هاي أول نقطة. ثاني واحدة heavy deposition of the block is lead to the gingivitis periodontal disease. إيش قال؟ قال إنه ال البلوك شنو هذا البلوك؟ ال إحنا ترى قبل ما أقولكم شنو البلوك، التسوس الأسنان ما يصير رأساً، الكاريز وهاي البكتيريا وهاي السوالف راح تكون طبقة فوق السن، هاي الطبقة اللي فوق السن راح نسميها بلوك. تمام، من راح نعوفها من فرج، البكتيريا اللي موجودة بهذا البلوك راح تبدي تحفر بالسن. تمام، فإذا بهاي الحالة ايش قال لي؟ قال لك انه راح يصير اكو تكوين بلوك بصورة عالية، هذا التكوين بصورة عالية راح يؤدي الى تسوس وجنجيفايتيس وبريدنتال ديزيز وهاي السوالف. ايضا راح يدي لك التروما للسوفت تيشو اللي هو اذيه للسوفت تيشو، وراح يدي لك اللوس اوف تيشو. خاش حكي خامسا اللي هو البوستيريور بايت كولابس، اللي هي ال من تعض من ورا، بمعنى انه عملت الماستيكيشن من ورا انتهت، بعد ماكو عملت ماستيكيشن من ورا تكسرت، وراح تحس اكو يعني شلون اذيه لي ورا او الاسنان اللي ورا تبتدي تتحطم. ليش تبتدي تتحطم؟ لان عندك واحده من الجهات عاليه واحده من الجهات ناصيه. اوكي، هذا اللي قصده، يعني هاي السنون بهاي الجهه راح تبتدي تتكسر تنطحن على مود شنو؟ على مود تصير بنفس العلوم مال هاي السنون. طبعا هو استاذ محمد منذر ما اعرف شنو مسوي بهاي المزمه، نحن صارنا ساعة نقرأ الكونترا انديكيشن مال هاي اللي هنا كلها تعتبر مساوئ، أو كونترا انديكيشن مال القلع يرجع يعيدها هنا،
يعني ما اعرف، ما اعرف شو اقول، حرفيا ما اعرف شو اقول. المهم لازم نشرحها احنا، فخلينا نبني على كيفنا. جينرايد كولابس اوف ذا لور ابر دنتال ارش، هذا قلنا قبل شويه اللي هو هذا، لسانه راح تجي تتكسر اسنان. قال لك انه يا اما تكون مال الاسنان العلويه يا اما تكون مال الاسنان السفليه. اوكي زين، حتقول لي شنو علويه شنو سفليه؟ احنا قبل شويه قلنا بس علويه، قلنا بس هاي ممكن تتكسر. لا حبيبي واضح، احنا بكل الامثله اعتبرنا انه الاسنان السفليه هي المقلوعه. زين اعتبر الاسنان العلويه هي المقلوعه، ماكو اسنان علويه، فايضا هاي الاسنان العلويه اللي فوق راح يعني هاي الاسنان السفليه راح تبدي تطلع لي فوق شويونه، راح تبدي تصعد لي فوق على مود تعوض الفراغ اللي موجود هنا، وايضا راح يصير بيها بعدين تهشم هنا بهاي المنطقه على مود تعادل الطول مال هذا. premature contact causing deviation in the normal movement of the mandible. ان هو راح يصير عندنا شنو يعني الاسنان بتطخ واحد من السنون، يطخ بواحد من السنون قبل البقيه. اوكي يعني هذا السن يطخ بهذا السن قبل هذني البقيه، قبل ما هذا يطخ بهذا وقبل ما هذا يطخ بهذا، هذا ايش راح يؤدي؟ يؤدي الى ديفيشن، انحراف بقيه الاسنون، يؤدي الى اذيه امام حماتين. تمام، توث لوز يعني فقدان السن هذا، may lead to the unilateral mastication. مثل ما قلنا قبل شويه انه هاي الجهه خلا صارت هواش خبطة طبعا، خلا عليك دقيقة. هاي الجهة ما راح يصير بها يعني مضغ، ليش؟ ما بها سن فوق او سن جوا، لكن هاي الجهة راح يصير بها مضغ، فاذا راح يصير اكو unilateral mastication، يعني بمعنى انت من راح تاكل اكلك راح يصير تركيزه على جهة اليمين على جهة اليسار، لان وحدة من الجهات اكو tooth loss، فبالتالي ما راح يصير mastication. رابع وحدة اللي قلنا عليها posterior bite collapse اللي هو تكسر الاسنان، شوف عادها نفس هاي الشيء عادها. هاي هنا ايش قال لك؟ قال لك كل ما تعالجه من وقت كل ما احسن. ابوك الله يرحمه. زين انا ايش قال بهذا المربع؟ هذا شوي المربع حلو مهم. قال بعض الكيسات ما راح نحتاج نستخدم شو يسمونه يعني بمعنى انه راح اوفر هاي السبيس، ما راح استخدم كراون اند بريدج او اي تعويض من التعويضات. ليش ما يصير؟ ليش هنا انا ما راح استخدم؟ مو ضروري، هو عادي استخدم لكن مو ضروري، نت نسيسري. اوكي ليش نوت نيسيسري؟ ليش عندك الاول شيء اللي هو لونج ستاندينج دنتال سبيس انتو ويتش ذير از هاز بين ليتل اور، يعني بمعنى هنا هذا البيشنت نقدر نقول مبخت او يعني محظوظ، ما دا يصير عنده دريفتنج وما دا يصير عنده هذني المساوئ، المساوئ اللي صارنا سنه نقراها ذني ما دا يصير عنده، يعني السنون يعني السنون بعدها هيك عدلات رغم انه اكو فري سبيس، لكن السنون بعدها عدلات. فإذا بالحالة البيشنت يقدر إنه ما يعني ما يسمونه ما يعوض هذا الفراغ، أو مثلا السن الفوق ما جاي ينزل، هيك المفروض ينزل لي جوا، هذا السن الفوق ما جاي ينزل، يعني المهم ما يصير عنده أي كومبليكيشن، فإذا بالحالة يقدر ما يعوض عادي لأن ما يشتكي من شيء. ثاني شيء if the patient receive no functional، بمعنى هم نفس الشيء، يقول لك انه البيشنت ما دا يشكي من شيء، ما دا يشكي من مضغ، ما دا يشكي من الشكل مال هاي المنطقه، اذا ما دا يشكي فانت مو مهم انه تعوض له هاي المنطقه او not necessary. اوكي يعني تقدر تقول له بكيفك يا patient تقدر تعوض تقدر لا. The reasons for treating the tooth loss، هاي السوالف قايل ليها احنا، يعني انت ليش تعوض السن المفقود؟ يا اما قلنا عمود هاي السوالف اللي فوق، يا اما عمود الشكل mastication السوالف. The steps in the construction of the cast restoration، هاي مو مهمات. وش قال الدكتور؟ قال من خطوة 5 إلى خطوة 10، هاي بالمختبر، يعني بالمختبر راح يسويها مو احنا راح نسويها. وها هذا لكتشر 1 خلاص، وآسف على الإزعاج.